نشر الناشط الحقوقي القطري خالد الهيل أول جزء من فيلم سقوط الجزيرة، ويكشف الفيلم أسرار عمل القناة الجزيرة المرتبط بجهاز الاستخبارات القطري، وذلك من خلال العديد من الأدلة والشهادات التي تدين سياسة القناة العدائية. كيف تقوم الجزيرة القطرية بتزييف الحقائق، وما مدى ارتباطها بجهاز المخابرات القطري؟ أسئلة يجيب عليها هذا الفيلم الوثائقي سقوط الجزيرة، والذي سلط الضوء في جزئه الأول على حقائق صادمة عن القناة في طريقة تعاطيها مع المشهد العربي، وذلك بالأدلة الدامغة كهذا الفيديو والذي تم تصويره سرا في العاصمة السودانية الخرطوم، والذي يثبت محاولة موظف الجزيرة استمالة مواطن سوداني لمهاجمة القائمين على إنتاج هذا الفيلم. بنزل في حلقة في الجزيرة ذاتها. لا إن شاء الله خير. بعدين بنديك حياة بسيطة كده جايز. تكتبوها ورقة ولا بتقولوا علي؟ ضيوف هذا التحقيق الاستقصائي كانوا على معرفة تامة بأسلوب هذه القناة المعادية، ولديهم من الدراية ما يكفي لدحض كل ادعاءات القناة في الاستقلالية والموضوعية. الجزيرة قناة مسيسة، تمام؟ وبتستخدم المادة اللي تخدم فكرتها وهدفها وسياستها، اللي هي المادة تحديدا اللي بتطلع أو مصر أو الدولة أو الأجهزة الأمنية في سيناء دايما في موقع المهزوم، في موقع اللي بيتضرب، في موقع اللي بيتفجر. Certain foreign media companies that are funded by the government but are not controlled by the foreign sovereign, such as say the BBC, which while funded by the British government clearly has editorial independence, those are not required to register. However, if that's not the case, then they are required to register. In the case of Al Jazeera, there is no real plausible case that they're like the BBC. The chairman of the board is a member of the Qatari royal family, and he has even engaged in foreign relations on behalf of the Qatari regime while running Al Jazeera. Al Jazeera لو كانت قناة خاصة تعتمد على نفسها أو شركة مؤسسة خاصة لأفلست منذ السنة الثانية. هو اتهام قناة الجزيرة بأنها قناة أمنية من الدرجة الأولى، يعني مسيسة أو موجهة من قبل جهاز المخابرات العامة. هذا الاتهام صحيح 100%، وأنا متأكد من هذه المعلومة. إنها ما في حاجة اسمها سياسة الجزيرة، لكن في علاقات بتعمل الدول القطرية بسهل لقناة الجزيرة الأكسس على بعض القيادات في سواء في السودان، سواء في موريتانيا، سواء في بعض البلاد اللي عندها علاقة جيدة بقطر. يثبت هذا الفيلم مما لا يدع مجالا للشك التآمر الذي انطلقت منه السياسة التحريرية للقناة المملوكة للدولة المستضيفة، وذلك بالاستناد إلى تسريبات خيمة القذافي. هو أهم شيء مثل في قناة الجزيرة ما ينحط خبر يعني الناس بعدين تستهزئ به، لا نصورنا يعني لا هو كان تشرب صبار علينا احنا اذا اسسنا عمل الصح. كيف الله يسلمك؟ على ليبيا الاخيره هاي كانت تشرب اخبار عن ليبيا ولا اسس لها عمل صح. لكن عارفين يعني انا اعتقد من سنتين هذه، لان في واحد ارادوا يطلعوا له من كم يوم وقلنا لحظه يعني هذه معناته يجيبون أي واحد من الشارع، في الشارع بمكان حد من الشارع إذا تحصل واحد متحدث وعنده نظريات ويأثر على الجمهور وهو يكذب بما يعني لا. على عكس ما تنتجه قناة السموم، يستند الفيلم إلى وقائع وأقوال شهدت عن قرب ومن عقر دار القناة، ما تحيكه ليل نهار
لصناعة الفوضى واللعب على الذقون طيلة مسيرتها الممتدة منذ أكثر من عقدين من الزمان.